يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، عندنا فيها تفاصيل كتير بتتعلق بجوانب عديدة جدا، سواء بخصوص الجانب العالمي، الجانب المحلي، وتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر الأخبار وآخر التفاصيل المهمة اللي بتهم أكيد كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. بالتالي حلقة مليئة بأخبار عديدة، لكن دايما بيبقى مهم جدا بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. والنهاردة سؤال في الحقيقة بتعلق بالشق العالمي، وتحديدا الحديث الساعة اللي بيتعلق بميسي، وهل تتوقع استمرار تألق ميسي مع نادي آخر بعد رحيله عن برشلونة. تقدروا تتواصلوا معنا وتجاوبوا على سؤال حلقة النهاردة من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وخصوصا كمان بعد ما شفنا المؤتمر الصحفي المؤثر جدا لميسي النهاردة الظهر، واللي يعني ودع فيه كل جماهير برشلونة وزمايله وأيضا مسؤولي النادي. بالتالي خلينا نبتدي كالعادة بأهم وأبرز عناوين الحلقة. نشوف في ترند الأهلي: الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا. ترند الأولمبي: باريس تتسلم الراية الأولمبية في حفل ختام طوكيو. وأخيرا في الترند العالمي: ميسي يودع برشلونة بالدموع ويقترب من سان جيرمان. طيب، كلام كتير جدا مهم. امبارح طبعا كان في ماتشين كمان مهمين في الدوري ما بين الزمالك والمحلة. الزمالك فاز 3-0، وبعديها الأهلي لعب مع سيراميكا والأهلي كسب 4-0. عشان تفضل المنافسة مستمرة، واضح ان هي هتستمر حتى المباراة الأخيرة في بطولة الدوري. الأفضلية النادي الأهلي إن شاء الله تفضل الأفضلية دي مستمرة بالنسبة لنادينا بإذن الله تعالى. عندي تفاصيل كتير جدا بالتحديد عن مباراة الأهلي وسيراميكا، هتكلم فيها كمان شوية، لكن خليني أقول لكم إيه أبرز المباريات النهاردة في مختلف البطولات حول العالم. خلينا نبتدي الأول طبعا بالدوري المصري، لأن خلاص إحنا يعني في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري، فالمباريات كلها مهمة سواء للقمة المنافسة عليها وأيضا لقاع الجدول. الجونة هيلعب مع البنك الأهلي، دي مباراة الساعة 7 في نفس التوقيت. هيكون أسوان مع الإنتاج الحربي، مباراة قوية قوي ما بين أسوان والإنتاج الحربي بخصوص صراع البقاء في بطولة الدوري. أما الساعة 9 ففي مباراتين: مباراة المصري مع المقاولين العرب، ومباراة طلائع الجيش مع بيراميدز. أما بخصوص بطولة وكأس جوهان جامبر، طبعا البطولة اللي دايما بيبتدي بيها برشلونة الموسم بتاعه واللي اتعملت في 1966 كانت البداية بتاعتها. النهاردة في مباراة ما بين برشلونة ويوفنتوس، المباراة دي هتكون على في التوقيت بالظبط الساعة 9:30 مساء، وهي بطولة ودية بينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي السويسري اللي هو جوان هانز جامبر. وعارفين طبعا اكيد المباريات دي بتبقى مباريات قوية بكل تأكيد. طيب، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير عن مباراة الامس وكيف يستعد الاهلي للمباراة المقبلة الهامة جدا امام الاسماعيلي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مباراة الأمس أكيد كانت مباراة غاية في الأهمية، الأهلي وسيراميكا. فوز النادي الأهلي بنتيجة مقنعة جدا جدا 4-0 وبأداء جيد طبقا للمباراة بظروفها. كان ممكن يبقى أداءنا أفضل من كده وكان يبقى ممتاز، إحنا ما وصلناش لمرحلة الأداء الممتاز، لكن أداءنا كان جيد. وفي الحقيقة بصراحة يعني أنت في المرحلة دي ما تفكرش خالص في أداء، أنت تفكر في 3 نقط: مرحلة حسم، مباريات كلها صعبة، بتلاعب فرق كلها تقيلة وصعبة جدا، لأن كل واحد عنده هدفه. في الفريق اللي بيبقى هدفه أنه هو يفضل في الدوري، في الفريق اللي بيحاول يوصل للمربع الذهبي، وبالتالي الكل عايز يثبت نفسه في الأول وفي الآخر أمام النادي الأهلي. لما تيجي تلعب النادي الأهلي بتبقى عايز تعمل كل حاجة في الكرة عشان تبان قدراتك يعني، فبتطلع كل اللي مجهود. لو أنت عندك 100% هتطلع 200% مجهود وفنيات وتركيز، فبالتالي من هنا جايه صعوبه المباريات كلها المتبقيه للنادي الاهلي في بطوله الدوري. بالتالي ايضا احنا مش بنطلب من الاهلي اداء خالص خالص، لكن احنا بنطلب نتيجه. امبارح النتيجه اتحققت بالاداء، اداء جيد نسبيا.
لكن النتيجه اهم في مرحله مهمه من خلالها انت بتقدر تاخد الثقه مباراه تلو الاخرى عشان تقدر تحقق هدفك الاساسي والاسمى وهو الفوز ببطوله الدوري. امبارح بصراحه ناس كتير جدا تالقت من لاعبي النادي الاهلي، وانا عايز يعني اتكلم بالتحديد عن محمد هاني. محمد هاني عمل مباراه مميزه، وانا ابتديت بمحمد هاني لان هو من اللعيبه اللي خدت انتقادات كبيره جدا جدا بعد ما رجع من الاصابه. كان مستواه في الحقيقه مش في التوب فورم، يعني مش في افضل حالاته يعني. لكن امبارح كانت بدايه لعوده مستوى محمد هاني اللي احنا بنعرفه، والمستوى اللي احنا متعودين عليه من لعيب مميز جدا كظهير ايمن بصراحه، وساهم مع النادي الاهلي في بطولات والقاب كتير جدا، وكان لاعب مؤثر. فعوده هاني بالمستوى ده عوده مميزه. ممكن واحد دلوقتي بيتفرج عليا يختلف معايا يقول لك يا عم لا فين ده، هاني عمل ايه؟ انا هجيب لك لقطه بسيطه قوي، معلش يا بيبو لو تقدر يعني تجيبها لي دلوقتي. الجون اللي اتلغى للنادي الاهلي، او لا الطرد تحديدا، لعبه الطرد اللي طرد فيها عامر، مين اللي قطع الكوره وبصاها الكهرباء؟ يعني قطع الكوره وعطل الهجمه بباصه الكهرباء، كهرباء بالتالي عملها لقدام، فكمل محمد شريف شاطها جت في ايد عامر بره منطقه الجزاء فاطرد عامر. فهو ساهم بشكل كبير جدا في نتيجه المباراه محمد هاني باداء امبارح بصراحه، وبلعبه بسيطه جدا زي دي. ممكن البعض ما يكونش ركز في الحاجات دي، بس احنا بنقول لحضراتكم يعني ممكن اللي ما خدش باله نخليه ياخد باله في جزئيه زي دي لو عندنا اللقطه. ايوه هي دي، يبقى نجيبها من الاول لان بالتحديد الجزئيه دي مهمه. لو مش عندنا الحته اللي قبليها شويه، في كل الاحوال الكره كانت هجمه على النادي الاهلي، هاني غطى بشكل اكثر من رائع بتاكلينج بباصه، يعني تاكلينج بباصه، الكره راحت لكهربا لعبها طوليه على طول لمحمد شريف، فنتج عنها الطرد في النهايه، واللي رجح كفه النادي الاهلي بنسبه اكبر في المباراه. فمن ضمن نجوم المباراه هو محمد هاني. عوده الشناوي امبارح مكسب كبير جدا، استمرار محمد شريف في تالقه وتوهجه في الحقيقه لاعب مميز جدا، ويوصل للهدف رقم 18. ايوه هي دي اللعبه، هي دي اللعبه. بص هاني بقى، خلي عينك على هاني، بص هاني عمل ايه اهو، قطع الكره بباصه الكهرباء، كهرباء لعب الكره، يا سلام يعني انا بشكرك يا بيبو جدا يعني. راح لعبها كره طوليه، شريف اتصرف فيها، جت في ايد عامر اتطرد، فساهمت بشكل كبير جدا في يعني ترجيح كفه النادي الاهلي في المباراه. فانا حابب ان انا اتكلم شويه عن محمد هاني. احنا محتاجين لكل لعيب، احنا عايزين كل لعيب في قمه مستواه، احنا عايزين حتى اللعيب اللي مستواه قليل شويه لا احنا بندعمه وبنسنده عشان يفوق ويرجع. فدي بدايه كويسه جدا لمستوى احنا عارفينه من محمد هاني، ان هو ان شاء الله باذن الله مستواه يجيبه ويبقى في الشكل اللي بينتظره دايما جمهور النادي الاهلي. اتكلمنا عن عوده الشناوي، مكسب كبير جدا. من ضمن الناس كمان ياسر ابراهيم اللي ساهم في او اللي جاب الهدف الاول وعمل مباراه جيده، هو ورامي ربيعه. الشحات انا من الناس المبسوطه جدا جدا بحسين الشحات، مستواه ما شاء الله في ثبات على مدار 4-5 مباريات فاتوا بشكل اكثر من رائع، لعيب بيرجح كفتك في اي وقت يعني. السوليه لعيب عالمي، انا بشوف كده ان في نص الملعب بيقوم بكل الادوار سواء دفاعيا هجوميا، بيقطع كرات، بيعمل كرات كمان طوليه بشكل هجومي بشكل مميز جدا، فكلها امور مهمه. لكن هدف قفشه هدف اكثر من رائع، واهداف ماركه محمد مجدي قفشه، وهو لاعب او نجم النجوم اللي بيستمر في المستوى الثابت والجيد. ففي المجمل عندنا مكاسب كتير جدا من مباراه الامس، الاهم الاستمراريه في مرحله صعبه جدا جدا من الموسم، وهي مرحله الحسم باذن الله تنتهي على خير بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. ده فيما يتعلق بالمباراه بالنتيجه وبالاهلي وبادائه وبكل حاجه. لكن استنى بقى، عفوا، مش علشان احنا كسبنا وبنتيجه كبيره وباداء جيد يبقى ما ناخدش بالنا من حاجات صغيره قد كده، لازم ننوه عليها ولازم نقول للناس تركز عليها. الناس بتوع لجنه التحكيم او لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم، اللقطه امبارح، الهدف الثاني اللي اتلغى بتاع محمد شريف، الهدف الثاني اللي اتلغى هو ده. الحكم رجع للفار بعد ما الهدف جه ولغاه عشان الكره قال ايه جت في ايد قفشه. تعالى بقى نبص، انا عايز احلل كام نقطه. ادي اول حاجه حضرتك كده وانت بتتفرج دلوقتي، هل الكره جت في ايد قفشه؟ جت في ايد قفشه ولا لا؟ ما جتش، واضح جدا ما جت، لان ايده اصلا مش باينه، وده بشهاده كل خبراء التحكيم امبارح بعد المباراه في مختلف الاستوديوهات، كله قال لك ايه؟ قال لك لا ما جتش في ايده، وايده اصلا مش واضحه في الصوره في الكادر،
فبالتالي يبقى انهي منطق الكره تبقى جت في ايد قفشه. فانت حرمتني من هدف مؤثر جدا في المباراه. في المباراه سيبك بقى المباراه دي احنا كسبناها وكان في اريحيه شويه بسبب الطرد وكلام من ده، لكن هيجي في وقت من الاوقات او مباراه من المباريات الامور هتبقى صعبه، مش هتبقى مستحمل الاخطاء دي. ما ينفعش ما ينفعش. انا مش بشكك طبعا في الحكم او نيته، لا خالص، احنا الكابتن امين عمر من الحكام المميزين جدا، والناس بصراحه في لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم ناس محترمه جدا وما فيش اي كلام عليهم، لكن احنا بس عايزين التركيز. انا بقى بقول التركيز ليه، يا ريت نرجع الحته دي كمان يا بيبو. تعال شوف الكابتن امين عمر بص على الكره كم مره. بص هو راح، هتقولي هو رايح، بس معلش، وهو رايح للفار عشان يشوف الهدف صحيح ولا لا، او يشوف الكره جت في ايد قفشه ولا لا. هتلاقي ان الكابتن امير عمر اول ما راح شاف اللقطه، بس ما حاولش يتعب نفسه ويراجع اللقطه تاني ويشوفها. بص حضرتك معايا اهو، رايح كابتن امين عمر من افضل الحكام في القاره الافريقيه بالمناسبه، اول ما وصل، ممكن تكون اللقطه مش واضحه لنا، اول ما وصل شافها، وصل مره، هوب شكرا سلام عليكم. يعني حتى حاول تتعب نفسك شويه، بص عليها تاني وتالت ورابع، لان في حالات كتير بنقعد فيها ربع ساعه في الدوري المصري هنا عندنا، يعني في حالات بنقعد فيها كتير جدا في الدوري عندنا هنا. اشمعنى دي؟ كان لازم نبص عليها مره واثنين وثلاثه، لان انت حرمت الاهلي من هدف كان حقيقه المباراه بدري. الشوط الاول خلص بتقدم الاهلي بهدف وحيد، الكره ما تضمنهاش، كان ممكن الاهلي في اول الشوط الثاني في كره لاحمد ياسر ريان كان ممكن يتعادلوا سيراميكا على ما اتذكر يعني، فالكره غداره. اوكي انا ممكن انا استحق ان انا اتعادل او استحق ان يجي فيا هدف، لكن في نفس الوقت ما تحرمنيش من مجهود انا عملته بغلط تحكيمي، وخصوصا ان في حاجه اسمها فار ممكن اقدر اعيد وازيد واتاكد بشكل اوضح علشان ادي كل فريق حقه. فنتمنى ان مثل هذه الاخطاء ما تتكررش في المره او في المباريات القادمه، لان المباريات خلاص مش مستحمله، يعني كله دلوقتي بينافس على البطوله الاهلي والزمالك، فمحدش عايز يفقد نقطه. ممكن افقد نقطه لو انا وحش، ممكن اخسر لو انا وحش، ما عنديش مشكله ككوره، لكن كتحكيم لا، ما تعطلنيش بعد اذنك. فدي جزئيه مهمه جدا جدا، ورساله للجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم وللكابتن امين عمر، ان هو يتدارك خطا زي ده في ما هو قادم من المباريات، حتى لو مباريات مش بتاعه النادي الاهلي. لكن في المجمل هو عمل مباراه جيده، لكن ده خطا مؤثر، ده خطا مؤثر. انت ممكن بتخليني اخسر بطوله الدوري، بطوله كبيره وانا صرفت قد كده وعملت مجهود قد كده. بص ايوه راح شاف اللقطه ومشي. طب بتاكد. وفي نقطه بصراحه بالمناسبه كمان، يعني احنا ما عندناش كاميرات كتير، انت عشان يبقى عندك فار لازم عندك عدد وافر من الكاميرات بمختلف الزوايا، فبالتالي تعرف تجيب الحاله بشكل اوضح وتشوف وتتاكد يعني. فبرضه لازم حاجه زي كده ناخد بالنا منها فيما بعد، عشان ما حدش يتظلم بقى سواء اهلي او غير النادي الاهلي. لكن في كل الاحوال مبروك للنادي الاهلي وجماهير مباراه الامس والفوز، لكن ان شاء الله باذن الله الاهم اللي جاي مباراه الاسماعيلي، مباراه صعبه وغايه في الاهميه يوم الاربعاء اللي جاي، نتمنى كل التوفيق فيها للنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعديه نرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا. طيب بنتكلم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، عايز اقول لكم سريعا بخصوص طاهر، محمد طاهر، واخر الاخبار بخصوص اصابته. يعني يمكن التقارير اللي طالعه او الاخبار بتقول ان طاهر عنده زي كدمه قويه في احدى اصبع قدم. فالحقيقه ايه؟ هو فعلا جاله كدمه في طوكيو هناك وهم بيلعبوا في اول مباراه، مباراه اسبانيا، لكن تحمل عليها وخفت وقدر ان هو يلعب المباراه الثانيه والثالثه بشكل طبيعي. لكن السبب في غياب طاهر، محمد طاهر، عن قائمه النادي الاهلي في مباراتي وادي دجله وايضا مباراه الامس امام فريق سيراميكا، هو الاضطرابات بسبب ساعة البيولوجية، لسه بيحس ببعض الدوخة، سواء هو أو أكرم بالمناسبة. يعني أكرم توفيق كان قاعد شوية أو كان موجود امبارح على دكة البدلاء، لكن لسه عنده بعض الاضطرابات فيما يتعلق بالتوقيتات ومواعيد النوم والكلام من ده بسبب الساعة البيولوجية. احنا عارفين إن هنا مثلا لو احنا الساعة 5 المغرب، هناك بتبقى الساعة 5 الفجر تقريبا في طوكيو، فطبيعي يبقى في بعض الإرهاق. فده سبب غياب طاهر،
وسبب برضو عدم مشاركة أكرم في المباراة بالأمس. وطبعا أنت كده كده كان عندك محمد هاني في الجانب الأيمن. عايز أطمن حضراتكم كمان بخصوص بدر بنون. بدر بنون عمل النهاردة الصبح مسحة طبية بخصوص كورونا، احنا عارفين أنه هو كان عنده كورونا، فالمسحة نتيجتها هتطلع خلال ساعات، لكن الأعراض تقريبا بتتلاشى، وإن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة لو المسحة طلعت سلبية ممكن يكون موجود في قائمة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بإذن الله، لأن بدر برضو من اللعيبة المهمة جدا جدا بالنسبة للفريق في مرحلة حاسمة زي دي. دي بعض الأخبار تتعلق بالإصابات. خلينا بقى نروح نشوف ترند الأهلي وبعض الأخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي، وبالتحديد من خلال الحسابات الرسمية لمختلف المواقع. خلينا نبتدي بحساب النادي الأهلي على تويتر، واللي يعني رصد لقطة اليوم يوم الأمس تحديدا، وهي من أجل هذا نلعب كرة القدم. ميشيل يانكن اللي هو مدرب حراس مرمى النادي الأهلي المدرب المميز بيدعم حارس مرمى سيراميكا اللي هو حمزة معوض، واللي نزل مكان عامر بعد الطرد، واللي قدم مباراة جيدة بما أنها أول مشاركة ليه في بطولة الدوري الممتاز، وكمان أول مشاركة ليه تكون أمام النادي الأهلي، فالموضوع بيبقى صعب شوية، لكن في كل الأحوال هو عمل مباراة كويسة وكان في دعم معنوي من ميشيل يانكن، ودي حاجة جيدة جدا بكل تأكيد. لكن خلينا نروح كمان لحساب قناة الأهلي على تويتر، واللي بيقولوا أن محمد شريف يقترب من حسم لقب هداف الدوري. هو بنسبة كبيرة خلاص هو هداف الدوري، ناقص 6 ماتشات. اللي قبليه على طول احمد ياسر ريان ب 15 هدف، عنده عدد اقل من المباريات مع سيراميكا لو كملهم، فبالتالي ممكن يكون هو الاهلاوي رقم 12 في تاريخ الدوري، وينفرد الاهلي بالرقم القياسي الاكثر فريق توج لاعبيه بلقب هداف الدوري. الصوره دي مهمه لان انت بيجيب لك هنا اكثر عدد اهداف احرزه هداف للنادي الاهلي في بطوله الدوري على مدار التاريخ. كان الكابتن محمود الخطيب 23 هدف، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي في موسم واحد، بعديه الكابتن طه إسماعيل طبعا ب 20 هدف، بعديه الكابتن أحمد بلال 19 هدف، أبو تريكا وأزارو 18، وصل لهم محمد شريف، وإن شاء الله بإذن الله كمان يجيب أهداف أكتر في المباريات المتبقية. بصراحة بيقدم موسم أكثر من رائع محمد شريف، ولاعب مميز جدا ومهاجم مميز جدا. لسه مع محمد شريف من خلال اليوم السابع والحساب الرسمي ليهم على تويتر، اللي بيقولوا إن محمد شريف بص بقى في 45 مباراة مع الأهلي جايب كام جون في الموسم؟ 25 هدف، وهو هداف أفريقيا وهداف الدوري، فأرقام كلها مميزة جدا في الحقيقة بالنسبة لمحمد شريف. يعني محمد شريف لعب 45 ماتش، 28 ماتش في الدوري و13 في أفريقيا واثنين في كأس العالم للأندية ومباراة واحدة في كأس مصر ومباراة في السوبر الأفريقي، سجل خلال كل المباريات دي 25 هدف، عدد كبير جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني، ووقع 18 هدف في الدوري وستة في أفريقيا وهدف واحد في السوبر. يعني البطولة الوحيدة اللي ما جابش فيها أهداف خالص هي كأس العالم للأندية، إن شاء الله في المشاركة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي يقدر إن هو يحرز أهداف للفريق في بطولة كأس العالم للأندية. خلينا كمان نروح لمحمد هاني وحساب الرسمي يلا كورة على فيسبوك، واللي بيقولوا ان في مباراته رقم 200 جمهور يلا كوره يختار محمد هاني رجلا لمباراه الاهلي وسيراميكا، طبقا يعني تصويت الجمهور على موقع يلا كوره، واللي كان اختيارهم لمحمد هاني ان هو يبقى نجم المباراه، وهو في الحقيقه عمل مباراه كبيره زي ما احنا اتكلمنا. نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وزمايله خلال المرحله الحاسمه الحاليه. خلينا كمان نروح لاحصائيه من فلاش كوره، وقالوا ان الدبابه الماليه يرفع شعار ممنوع المرور. عندنا ما شاء الله لعيب مميز جدا في نص الملعب هو اليو ديانج، عندنا كمان اكتر من لاعب سواء اكرم السوليه حمدي، ناس كتير في المكان ده بصراحه بيأدوا بشكل اكتر من ممتاز، فاكتر لاعب استخلص للكوره في الدوري موسم 2021 هو اليو ديانج 215 استخلاص، بعديه سيرجي اكا 207، طارق حامد 206، مروان صحراوي 198، ومحمود او محمد فتح الله 182. افضل لاعب وسط مدافع في مصر من وجهه نظري هم اثنين مش واحد، ديانج وحمدي فتحي، بتكلم على لعيب رقم 6 بالتحديد يعني، لكن عندنا برضو السولية حاجه جامده جدا. خلينا نروح للوطن الرياضي وحسابهم الرسمي على فيسبوك، وبيقولوا بص بقى الخبر ده، عشان الخبر ده صعب جدا يعني، حاجه عارف استفزاز كده شويه، لازم هتشوف الحاجات دي في طريقك، بس احنا ايه قلنا ما نفوتش خبر زي ده ولازم نقف عنده ونعلق، لان احنا في مرحله هي مرحله ايه، انا احاول
اشوف انا انتمائي ايه واخبط في الفريق التاني، احاول اخلق اي مشاكل. فبص الخبر بيقول ايه، ده الوطن الرياضي حسابهم الرسمي على فيسبوك، قال لك مصدر، والله اعلم ايه المصدر ده يعني، ولا هو مصدر ولا حاجه، قفشه غاضب من اداره الاهلي بسبب راتبه اللي هو في الفئه الثالثه. طب اديني عقلك كده، هل ده منطقي؟ هل ده منطقي؟ طب هل حد لاحظ على قفشه اي غضب؟ هل اللاعب مثلا مستواه قليل او مش مركز؟ ده لحد امبارح يا راجل جايب جون عالمي في مباراه سيراميكا الهدف الرابع يعني، وعامل اداء اكثر من رائع. قفشه عامل اسيست كتير جدا في الدوري، قفشه جايب اهداف كتير جدا سواء في الدوري او في افريقيا، عامل اسيست كتير جدا في افريقيا. فيعني هل اللي احنا بنشوفه من قفشه ده يبان ان هو زعلان او مش زعلان؟ ده بخلاف اصلا ان كده كده النادي الاهلي بادارته والناس المسؤوله عن الكره في النادي الاهلي كده كده بيقدروا يقدروا جدا جدا لاعبتهم. اللاعب اللي بيستحق اي تقدير مادي تحديدا، التقدير المعنوي موجود للجميع، لكن اللي بيتالق بيتوهج بياخد حقه من غير ما هو يطلب. لكن مثل هذه الاخبار الغرض منها ان انت تحاول تهز استقرار الفريق، وان انت تحاول تاثر بشكل او باخر على التركيز الذهني عند اللعيبه بما فيهم قفشه، وده مش هيحصل. واخبار كلها غير منطقيه واهدافها كلنا عارفينها. انا اصلا كان ممكن ما اطلعش الخبر ده النهارده، بس انا اصريت اجيبه عشان نعلق عليه، عشان يبان لحضراتكم مين اللي بيحاول ان هو يكسر شويه او يحاول يلعب حرب نفسيه شويه على النادي الاهلي. طبعا الكلام ده غير واقعي وغير موجود اصلا بالمره. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه التيرند النهارده. يلا بينا. طيب النهارده كان اخر يوم في الاولمبياد وحفل الختام اللي كان مميز جدا في الحقيقه، فبالتالي اخر مره هنتكلم في او عن الاولمبياد في برنامج الترند. لكن عايز اتكلم بالتحديد عن حصاد البعثه المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو، واللي مصر انهت منافستها فيها في المركز ال 54 عالميا في جدول الميداليات من اصل 206 دوله برصيد 6 ميداليات. احنا عارفين ان احنا خدنا 4 برونز وواحده فضه وواحده ذهب، وعدد كويس يعني. جينا في المركز الثاني عربيا والمركز الثالث افريقيا. ده جدول ترتيب الميداليات بالنسبه لكل الدول اللي شاركت. الولايات المتحده في المركز الاول، بعد كده الصين، بعد كده اليابان، بعد كده بريطانيا في المركز الرابع، تمام، ومصر في المركز رقم 54. مشاركة تعتبر مقبولة، بس كان عندنا طموح أكتر من كده. بنشكر كل أبطالنا اللي قدروا إن هم يجيبوا ميداليات، حتى الناس اللي ما قدرتش إن هي تنجح تجيب ميداليات لمصر، عندهم قدرات جيدة وعندهم مستوى مميز، محتاج بعض التطوير عشان يقدروا بإذن الله في باريس كمان 3 سنين يجيبوا لنا عدد ميداليات أكتر بكتير كمان. ليه لأ؟ نقدر، خصوصا إن إحنا شفنا إمكانيات عندنا مميزة جدا، بالتحديد مثلا منتخب كرة اليد كنا خلاص قربنا نجيب ميدالية حتى لو برونزية أمام أسبانيا في مباراة المركز الثالث، لكن ما كانش فيه نصيب. لكن عندنا قوام مميز للمنتخب ده، يقدر أنه في باريس إن شاء الله يجيب لنا ميدالية، ويقدر أنه يفوز بمختلف البطولات العالمية. تعالوا نروح بقى لنشوف السوشيال ميديا اتكلمت إزاي على الأولمبياد وبالتحديد عن البعثة المصرية وبعض الأرقام المهمة جدا. نبتدي بحساب في الجول على تويتر، واللي بيقولوا لن ننسى ان نشكر من شرفونا في طوكيو، هدايا ملاك طبعا برونزيه تايكوندو، سيف عيسى برونزيه تايكوندو، محمد كيشو برونزيه مصارعه، جيانا فاروق برونزيه كوميتيه، احمد الجندي فضيه خماسي حديث، واخيرا فريال اشرف الذهبيه الوحيده لمصر في الكوميتيه. شكرا طبعا لكل ابطالنا، وشكرا كمان لكل الناس اللي عملت مجهود وشاركوا وحاولوا ان هم يفرحوا الشعب المصري. خلينا كمان نروح للحساب الرسمي للجنة الأولمبية الدولية على تويتر، واللي نشروا صور من خلال حفل ختام أولمبياد طوكيو، حيث نال الحفل إشادة واسعة من الجميع. هو بصراحة كان حفل مميز زي ما احنا كده شايفين في الصور، وهي البطولة كلها بصراحة نجحت بشكل رائع في ظل الظروف الحالية بخصوص فيروس كورونا. كمان خلينا نروح لحساب آخر، وهو حساب في الجول على تويتر، واللي بيقولوا
بطلة الكاراتيه جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية أثناء حملها لعلم مصر في حفل اختتام الأولمبياد. لقطة مميزة ولقطة تاريخية، وبالنسبة كمان لجيانا خصوصا في ظل التقرير بتقول ان هي يعني هتعتزل نسبة كبيرة، فهي لقطة ختام كويسة لمشوارها ده لو هي ختمت مشوارها. في كل الأحوال نتمنى لها كل التوفيق. خلينا كمان نروح لخبر آخر، وهو أيضا من حساب اللجنة الأولمبية، الحساب الرسمي ليهم على تويتر، واللي قالوا تم تسليم الراية الأولمبية من مدينة طوكيو التي استضافت أولمبياد 2020 إلى مدينة باريس التي ستستضيف دورة عام 2024. وقام توماس باخ طبعا اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قبل انتهاء الحفل تسليم الراية الأولمبية لعمدة باريس، وشهد محيط برج إيفل بمدينة باريس العديد من الاحتفالات وسط تجمع جماهيري بمناسبة استلام العلم الأولمبي والإعلان الرسمي عن بدء الاستعداد للدورة الأولمبية المقبلة بباريس. عندنا أمل كبير جدا إن احنا في الدورة الأولمبية المقبلة نقدر نحقق نتائج أفضل من كده كمان بكتير، لأن الإمكانيات موجودة عندنا في الحقيقة. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع ناخد آخر فقرات الحلقة النهاردة، استنونا. نفسه الناس كلها بتتكلم على رحيل ميسي عن برشلونة، الناس كلها كمان بتتكلم على الحزن الكبير اللي كان واضح على وجه ميسي خلال المؤتمر الصحفي الأخير ليه اللي بيودع من خلاله جماهير برشلونة. فبالتالي خلينا نبتدي في الترند العالمي بميسي طبعا والحساب الرسمي لبرشلونة، واللي اتكلموا على تصريحات ميسي خلال مؤتمر وداع للبارسا النهاردة الساعة كانت 12 الظهر. دي لقطات زي ما حضراتكم شايفين كده المؤتمر ده، وادي لقطات بكاء ميسي، حاجة بتبقى صعبة جدا جدا على أي لاعب ارتبط بأي نادي في مشواره، وخصوصا ان هو يعني يعتبر ابن من ابناء النادي ده، لان ميسي من 2013 او من هو عنده 13 سنه عفوا موجود في برشلونه، و16 سنه مع الفريق الاول، يعني عدد كبير جدا من الاعوام والمواسم وايضا من البطولات والانجازات الكبيره. فتصريحات ميسي كانت عباره عن ايه؟ وحضراتكم بتشوفوا كده اللقطات. فاول حاجه قال بفكر كتير قبل وأقلب الأمور في راسي عشان أعرف أقول إيه، بس مش لاقي كلام أقوله ومش قادر أتكلم. ده كلام ميسي. كمان قال بعد هذه السنوات لم أكن جاهزا ولا مستعدا للرحيل عن برشلونة، ولكن بصراحة في السنة الماضية كنت مقتنعا بمغادرة النادي. قال كمان اقتنعت أنا وأسرتي بالاستمرار في برشلونة وده ما كنا نريده، فالأولوية كانت البقاء هنا ومواصلة الاستمتاع بحياتنا في برشلونة على الصعيدين الرياضي والشخصي. قال كمان جاءت لحظة الوداع بعد سنوات طويلة، بدأت في سن 13 عام ولكن وعدت أسرتي وزملائي وكل زملائي كمان بأنني سأعود مجددا. لقد تعاملت بكل تواضع مع الجميع، مررت بلحظات سعيدة وأخرى سيئة ساعدتني أن أنمو وأتطور. من ضمن كلام ميسي كمان قال لم أتخيل هذه اللحظة، وكنت أتمنى الوداع في حضور الجماهير وأسمع هتافاتهم أو هتافهم باسمي، أنا محروم منهم على مدار سنة ونص فاتوا بسبب جائحة كورونا، بذلت كل ما لدي منذ اليوم الأول لي في النادي وشعرت بحب الجميع هنا في برشلونة وبدلتهم الحب والاحترام، وأتمنى أن أعود يوما ما لأكون جزء من برشلونة. بالمناسبة يعني قناة الأهلي هي القناة الوحيدة في مصر تقريبا، هي القناة الوحيدة مش تقريبا ده أكيد، اللي ذاعت المؤتمر الكامل لميسي اللي حضراتكم بتشوفوه ده، هي قناة النادي الأهلي القناة الوحيدة في مصر اللي معاها حقوق المؤتمر. النهاردة كان اتذاع على الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، هو نفس توقيت أسبانيا، وذعنا من خلال قناة النادي الأهلي كل المؤتمر بشكل كامل. تصريحات كتير جدا كانت لميسي، وقال ان احنا حاولنا يعني ان سواء انا او مسؤولي برشلونه ان احنا نوصل لنقطه نقدر من خلالها ان احنا او ان انا واصل مشواري مع برشلونه، كما نجحناش في كده وهي دي سنه الحياه، واكيد قدامي بعض العروض اللي بتكلم فيها ابرزها طبعا باريس سان جيرمان. ده كانت ابرز او دي كانت ابرز تصريحات ليونيل ميسي النهارده في المؤتمر الخاص بوداع برشلونه. لكن خلينا كمان ناخد تفاعل حضراتكم النهارده على سؤال حلقه اليوم، ونشوف رايكم ايه في قصه ميسي. مصطفى الفخراني قال مش هيعمل ربع اللي عمله مع برشلونه، ده لما يروح نادي تاني يعني. احمد عمرو قال موهوب طول عمره موهوب، يعني معناها ان هو يقدر
يعمل بطولات تانية مع أندية أخرى ممكن يكون متواجد معها، بالتأكيد هيكون باريس سان جيرمان هو الأقرب حتى هذه اللحظة. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، سلام.